كويس انه اتلحق في الوقت ده، لولا ان حضرتك لحقتيه كان زمانه راح فيها. الحمد لله. يعني اطمن يا دكتور. ما تلاقيش خلاص. بس حضرتك كنت عايز اتكلم معاك في موضوع مهم. يا ريت تفضلي بقى. شوفي يا مدام حلا، في الحالات اللي زي كده المفروض ابلغ البوليس قبلها، ده طبعا عشان اخلي مسؤوليتي ومسؤوليه المستشفى لو حصل له انتكاسه ولا حاجه. بوليس ليه يا دكتور؟ هو انت مش عارفه انه كان هيروح اوفر دوز فيها ولا ايه؟ ده كان بلع كميه ترامادول تسيح جبل. لا انا ما اعرفش، انا كل اللي فهمته من كلامه انه بيموت، ولما رحت عشان الحقه لقيته مغمى عليه. عموما عشانك انت بس، وعشان خاطر قلت له انه قريبك انت ودكتور انس، انا ما عملتش كده. بس يا ريت الفتره اللي جايه حد يبقى جنبه، لان اللي يعمل كده مره سهل قوي ان يعمل كده مره واتنين ومن غير ما يقصد. صح عند حضرتك حق، بس اصل هو بيمر بظروف صعبه شويه اليومين دول، مراته توفت عشان كده تعبان. بس انا ما تهيأليش ان هو كان عايز ينتحر، يا الا ما كانش كلمني. ده مش انتحار، تحليل الدم بين انه مدمن ترامادول وبيتعاطى بقاله فتره كبيره كمان. مدمن؟ عموما ما تقلقيش، انا زي ما قلت لحضرتك ما جبت السيره لحد، بس يا ريت الفتره اللي جايه حد يبقى جنبه، لان واحد بالفكر ده والدماغ دي سهل قوي يضيع نفسه. طيب يا دكتور حاضر، ميرسي قوي، انا مش عارف اشكرك ازاي على اللي عملته معايا. لا شكرا على واجب، وبكره ان شاء الله يبقى كويس وتطمني عليه. ميرسي يا دكتور. بيتك مدمن. مساء الخير. ممكن قلم ورقة؟ بصي دي نمرة مدام انصاف والدة الأستاذ يحيى اللي جالكوا النهاردة في الطوارئ، عايزاكي تكلميها وتبلغيها إن الأستاذ يحيى محجوز عندكم في أوضة 207. حاضر يا فندم. تحبي أقول حاجة تاني؟ لا شكرا. أيوة يا إكرام، عايزة أشوفك دلوقتي ضروري. كنت فاكرة اني لما اقولك اني اعرف مكان دكتور انس هتكوني مهتمة اكتر من كده. انا طبعا مهتمة، بس جالي ظرف طارئ وكنت لازم اخلص مشوار مهم الاول، بعد كده فوقلك. اهم من جوزك اللي غايب بقاله فترة وما تعرفيش مكانه؟ انا اكتر واحدة اضرب جوزي واكتر واحدة بخاف عليه وبسأل عنه، بس المشوار اللي جالي كان مشوار حياة او موت. ويا ترى بقى لسه عايزة تعرفي مكانه ولا خلاص؟ اكيد، بس اللي عايزة اعرفه اكتر ازاي انتي تعرفي مكانه وانا لا؟ والله بقى دي حاجه تساليه هو فيها، وخلي بالك انا جايه قبلك من وراه لانه مش عايز اي حد تاني يعرف مكانه. وانتي بقى جايه توصليني بيه ولا توقعي بيني وبينه؟ حلا صدقيني انا ما اقصدش اي حاجه، كل الحكايه ان دكتور انس بيمر بظروف صعبه، ولولا حالته دي انا ما كنتش فكرت اجيلك. حالته ايه بقى حالته؟ لما تقابليه وتتكلموا هتعرفي منه كل حاجة. صدقيني أنا لو عايزة أوقع بينك وبينه كنتش فكرت قبلك. طيب يلا خديني له. لا معلش، ده عنوان الشقة اللي هو قاعد فيها، تقدري تروحي له وتقابليه وتتكلموا لوحدكم براحتكم، بس يا ريت ما تقوليلهوش إن أنا اللي اديتلك العنوان. يا سلام، وليه كل ده؟ لما تقابليه هتعرفي كل حاجة.
السلام عليكم. عليكم السلام. الأستاذ اللي ساكن في الشقة اللي هنا فين؟ قصدك دكتور أنس؟ أيوه. ده ماشي يا ست هاني، ساب الشقة النهاردة الصبح. النهاردة الصبح؟ متعرفش راح فين؟ ما قالش والله، بعد إذنك. ايوه يا صفوت، انت كنت عارف ان انس مأجر شقه تانية في شارع الدقي؟ انت عرفت الكلام ده منين؟ مش مهم عرفت منين، المهم اني عرفته وخلاص، زي ما عرفت ان انت كنت بتكذب عليا يوم قعدت تحلف 100 يمين ان انت ما تعرفش عنه حاجه. حلا صدقيني حلا، الموضوع مكلكع مش بالصوره اللي انت متخيلاه. طب عشان خاطري يا صفوت، عشان خاطري لو ليا غلاوه عندك ممكن تقولي انس فين دلوقتي؟ والله ما اعرف. في ايه في حياه انس مخليه مخبي عليا ومخليه هربان مني بالشكل ده؟ انا لسه بره البيت، لما ارجع هحاول اوصله. انت ليه مش عايز ترد عليا؟ ما تقولي في ايه في حياته مخليه مخبي عليا بالشكل ده، وليه الممرضه بتاعته تعرف مكانه ولا لا؟ بقول لك ايه، انا جاي دلوقتي من اسكندريه، اول ما هوصل هحاول اوصله، وصدقيني اول ما اعرف حاجه هبلغك، وما تقلقيش انا هتصرف. والله حرام عليك اللي انت بتعمله في حاله ده، دي ما تستاهلش منك ده كله. يا حرام عليك انت يا اكرام انك تكلميني في موضوع زي ده وانا لسه واخد جرعه هد الحيل. ما هو اللي انت بتعمله فيها ده برضه يهد حيلها، وبعدين خلاص هي وصلت لك وعرفت مكان الشقه اللي انت مأجرها. اكيد صفوت قال لها. هو ده كل اللي فارق معاك؟ خلاص بقى يا اكرام، تعالي من ابي عمي. على مهلك على مهلك، بسم الله الرحمن الرحيم. شفتي بقى؟ عايزين حالة تشوفني بالمنظر ده تقعد قاعد جنبي هي والبنت. طب ما هي خلاص عرفت مكانك، لما تقابلها هتقول لها ايه؟ مين قالك ان انا هقابلها؟ امال هتروح فين؟ مش عارف بقى، هروح في اي حته لغايه لما هي تزهق. مفيش فايده. الله بس على مهلك على مهلك على ايه ده؟ توحة؟ ايه اللي نزلك يا ماما من فوق دلوقتي؟ بدور على اماني. انا مش قلتلك خليك انت فوق وانا اللي هدور على اماني؟ انت ما جيتش واماني كمان ما جاتش. انت يا بني ادم، انت انت يا ولد. ايوه ايوه. ايه اسعد بيه؟ انت ما بتفهمش، انا مش منبه عليك، ما تسيبهاش تنزل. ما عاملاني فضايح فوق، قلت اسيبها تنزل تقعد هنا جنبي. تقوم ترميها كده على باب العماره؟ يا بيه ما تخافش، وانا مخلي بالي منها. كتك البلا فيك وفي شكلك، امشي امشي. يلا غور غور، يلا يلا يا طوح، يلا حبيبتي، يلا نطلع فوق، يلا نطلع فوق. فين اماني؟ فين اماني؟ جايه دلوقتي، بس قولي يا رب. يلا يا رب يا رب. يلا حبيبتي يلا، هاتي ايدك يلا. اوبا ها اوبا، شاطره. يلا يا حبيبي. معلش معلش معلش. ايوه يلا اسندي عليا. يلا يا حبيبتي يلا. شاطرة توحة، شاطرة. يلا يا حبيبتي يلا يلا يلا. شاطرة توحة. اماني جاية. جاي ليه دلوقتي يا ادم؟ عموما انا جاهز، مستعد اسلم روحي دلوقتي واموت. يلا خلص وريحني. لا، مش انا اللي استغل ضعف عدوه عشان يخلص عليه. احنا عداء، انما مش ده الوقت المناسب اللي اخد فيه حقي منك. امال ايه اللي جايبك لحد هنا؟ جاي اعمل الواجب والاصول. انت عايز الناس يقولوا علي ايه في السوق والمنطقه كلها؟ ما بفهمش في الاصول. لا اطمن، الناس والمنطقه كلها ما بيقولوش عليك كده خالص. ما بيقولوا ايه؟ لا بيقولوا حاجه بسيطه كده،
يقولوا عليك حرامي بس. حتى وانت بين الحياة والموت بتحافر. انا اكتر واحد ممكن يحافر مع الموت يا ادم، عشان كده انا مش قلقان خالص. عارف اني مش هموت دلوقتي ومتأكد كمان. وانت ترى كنت عارف ان اسمها هتموت امتى؟ لا ما كنتش عارف هتموت امتى، بس هو رحمتني اسمها لك، من انا اللي مبلغك بيومك وبنفسي وهوصلك لي بايديا دول. انا ممكن اخلص عليك دلوقتي، بس لا، مش اسلوبي ولا اخلاقي. انا هستنى كده لما تقوم تقف على حيلك وتشوف بعينيك فلوسك وهي بتروح قدامك، وساعتها حلو هتموت بحسرتك. سلام. مجدي مش هينفعك يا ادم، صدقني والله. ولا هينفعك انت كمان. سلام. ممكن يا ماما اطلب طلب؟ طبعا يا حبيبتي. عايزه ايه؟ هتزعلي؟ لا مش هزعل، قولي لي عايزه ايه. انا عارفه اني بقيت تحبيني اكتر من الاول. اكتر من الاول؟ انا ماما يا حبيبه اللي طول عمرها بتحبك، وانا كمان بحبك ومش عايزه ازعلك ابدا. شطوره. عشان كده انا عايزاكي تعتمدي على نفسك وتعرفي كل حاجه لوحدك، اتفقنا؟ بس انا بخاف. البنات الحلوين ما يخافوش ابدا، اتفقنا؟ ايه ده ياما؟ انت عازمه الحاره كلها ولا ايه؟ سيبك من الكلام ده، قول لي ايه رايك في طبيخ امك؟ يا سلام، ده اهل السطوح كلهم يشهدولك. اسمع، انا بفلوس خلانك هفتح مشروعي الخاص. وده ايه ياما مشروعك الخاص ده؟ هفتح محل جزم زي اللي في دماغك ده، هبيع اكل بيتي للستات اللي بتشتغل اللي ما عندهمش وقت وكده يعني. اه، وكل ده بفلوس خلاني ياما؟ اه طبعا. هو المشروع محتاج ايه يعني غير شويه حلل وشويه علب كراتين زي دي؟ انا بس محتاجه واحد يوصل الطلبات للزباين. حاضر ياما، بكره هعدي على كل الجرايد واكتب لك مطلوب موظفين لام سارينا. مطلوب موظفين ايه وهباب ايه؟ ما انت موجود، انت اللي تشتغل معايا. نعم، وانت عايزاني اسيب شغلي واسيب الورشه واشتغل لك طيار توصيل طلبات؟ ما انت بتشتغل بيليا. بيليا بيليا بس ليها علاقه بهندسه؟ يا واد، مش احسن من بهدلة المعلم ليك تشتغل معايا؟ مش احسن من الموتوسيكل وانت بتوزع الترامادول ولا الهباب ده؟ ايه يما، ايه السياح ده؟ فيه ايه مالك؟ بلا سياح بلا نين، هتشتغل معايا. هفكر يا ام سارينا، وعلى حسب يعني هتديني كام. يبقى هتشتغل معايا. اشتغل يما. حيّ الصح، حيّ الصح، ها ها.
انصاف، حي الانصاف، حي الانصاف، حيني انصاف. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على سلامتك انت يا يحيى. تخيلي كنت متصور ان اول حد هيجي يزورني في المستشفى وانا في الحالة دي انت يا مجدي، بس للأسف ما حصلش. تخيلي بقى مين اول واحد جه يزورني؟ احمد ربنا في الظروف اللي احنا فيها دي، لما المستشفى اتصلت جيت لك على طول. تقومي تجيلي بعد يوم كامل وبتزعلي مني لما بقولك ان امي في حياتي ما حسيت ان انا ابنك؟ ولا تقولي ولا اقولك، لو كنت انت ابني فانت السبب في موت بنتي. هو انت لسه مصممة على الكلام ده؟ محدش فيكم حب نسمعها دي. لو كانت هي بنتك بس فنسمة بالنسبة لي كل أهلي، ماليش غيرها أصلا. بس أنت سبب اللي ضيعتها وضيعتنا كلنا وراها. أنا كنت أكتر واحد فيكم بيخاف عليها، أكتر واحد. بعدين أرجوكي بقى بلاش الكلام ده دلوقتي، أنا تعبان. سيبيني في اللي انا فيه. على العموم انا جايه اطمن عليك واحذرك. تحذريني من مين يا انصاف؟ من كل اللي حواليك، واولهم ابوك. عمره ما هيسامحك، وانا كمان عمري ما هسامحك على اللي عملته. محدش بيحبك يا يحيى، محدش بيحبك. بس دي مش غلطتك انت، غلطتي انا ومجدي من زمان قوي. لا، موضوع محدش بيحبني ده انا عارفه كويس قوي. لكن ايه موضوع بقى غلطتك انت ومجدي من زمان دي؟ تقصدي ايه؟ انا هفهمك كل حاجه، بس كله في وقته يا يحيى. انا همشي دلوقتي. أفهمك. أنا هعمل معاكي البابلز، أوكي؟ هتردي يا ماما؟ لا سيبيه، مش عايزة أرد. مش يمكن يكون بابا؟ حبيبتي بابا مشغول في شغله، لما هيفضى هيكلمنا. أنا خايفة على بابا أوي. ليه بتقولي كده يا حبيبي؟ في إيه؟ وحشني وحلمت بيه، والميس بتقول لما بنحلم بحد معناه إن هو وحشنا أوي. طب كويس، دي حاجة كويسة إن أنت حلمتي بيه. المرة الجاية ابقي قولي لي عشان أجي معاكي أشوفه معاكي في الحلم بتاعك، أوكي؟ بس هو ما كانش مبسوط، كان قاعد لوحده بيعيط. مش كل الأحلام بتبقى صح يا حبيبي. بصي حبيبتي، بابا كويس وزي الفل، وعلى فكرة هو قال لي إن هو جاي عامل لك مفاجأة حلوة قوي. هي إيه؟ وأنا ينفع أقولها لك؟ تبقى مفاجأة إزاي دي؟ هو اللي هيقولها لك، أوكي؟ تعالي نكمل بقى، يلا. هتلوني البابل الكبيرة دي إيه؟ كيتي إزيك؟ وحشتيني. وحشتيني قوي يا حبيبتي. اتفضلي تعالي. وحشتيني يا بنوته، وحشتيني. خير؟ عرفت انك سالتي علي. عرفت اني سالت عليكي؟ هي علاقتنا بقت بالشكل ده؟ وازاي الدكتور يوسف؟ كويس.
ولو انتوا بقى قاعدين كل ده ليه؟ ما سافرتوش ليه؟ لا اتأجلت بس شوية، جاله شغل فاتأجلت. اه عشان كده بقى. لا مش عشان كده، انتي كنتي وحشاني بجد، وبعدين قلقت عليكي يا كيتي، وخصوصا لما لقيت موبايلك مقفول. لا انا ما قفلتوش، انا غيرت نمرتي وجبت موبايل جديد واشتغلت كمان. بجد اشتغلتي فين؟ اشتغلت مطربة بغني. ايوه بتغني فين يعني؟ بغني في نايت كلوب. قصدك كباريه. ومن امتى كان ده المستوى اللي ممكن تغني فيه يا كيتي؟ يا اختي وانا ايه مستوايا؟ من امتى كان مستوايا عالي يعني؟ وانا طول عمري بغني في الشوارع وفي حفلات المدارس، ايه اللي جد؟ اكيد أأمن لك من الاماكن دي. والأأمن عمره ما هيوصلني للشهرة اللي انا عايزاها. في الكباريهات. يا اختي مالها الكباريهات؟ بداية زي اي بداية. كيتي انتي بنتي وانا خايفة عليك. بلاش السكة دي، انا عمري كله بحاول ابعدك عن السكة دي. وانتي زي امي يا دكتورة. وعايزة اقولك بقى انك كنت غلطانة لما بعدتيني عن السكة دي، لان السكة دي اللي هتوصلني. كان عاجبك يعني ان انا كل شوية مرمية في الشارع بغني في حفلة؟ خلاص يا كيتي، طب ارجعي اقعدي معايا، انا محتاجة لك جنبي. بصي يا دكتور، انا عمري ما كنت ناكرة للجميل ولا قللت الاصل، بس الصراحة بقى انا دلوقتي بقيت عايشة كويس ومرتاحة، والفلوس جريت في ايدي. انتي مش شايفة الصرف؟ ما اقدرش اسيب كل ده وارجع اقعد معاكي الصراحة. كده يا كيتي؟ كده احسن لك واحسن لي والله يا دكتور. حياتك وانت حرة فيها يا كيتي، بس خلي بالك من نفسك، وافتكري كويس اني قلتلك ان السكة دي مش بتاعتك، ولحد ما تكتشفي ده بنفسك بيتي مفتوح لك في اي وقت يا حبيبتي. وهجيلك، بس هجيلك وانا واصله وعامله اسم، عشان تعرفي ان انا مشيت صح. مالك سرحان في ايه؟ سرحان في المصيبة اللي حصلت. بنت نسمة دي كانت غالية عليا أوي، بربيها عيلة صغيرة قد كده، وأنا اللي مجوزها ليحيى. عارف لولا اللي حصل لنسمة ده أنا كنت قلبتها على دماغه. الله لا يسيئك، الله لا يسيئك يا أدهم، خف اللعب شوية. لا أنا ولا يحيى قادرين نفلفص. ظهرت ضربة على دماغتنا إحنا الاتنين. خلاص مفيش حد عنده قلب اللي انت بتقوله ده. مش فاهم مجدي، احنا اولاد كار واحد وسوق واحد وعشره وعيش وملح وسرنا مع بعض. لو في سر اخويا طابع على نفسك او محتاج فلوس قول لي، احنا برضو ستر وغطى على بعض. زمن الاسرار ولا خلاص يا ادهم. وبعدين بعد السر ايه اللي انت عارفه ده؟ في اسرار تاني ممكن تتحكي. مش فاهم، بس حاسس ان في جواك حاجه مخبيه عليها ومش عايز تقولي عليها. حشش حشش، لعل وعسى اللي حصل يتنسي. هي متقلقش، اللي جاي كله هيبقى بتاعك. حشش يا حبيبي، حشش يا اخويا، ما حشش واخد منها حاجه. ولع. شد يا اخويا. ايه يا حلا؟ بكلمك من بدري ما بتردش ليه؟ يا يحيى انا سبق وقلت لك ان انا عندي مشاكل كتيره قوي في حياتي، وانت كمان عندك مشاكل كتير، انا مش عايزه ازودها لك. يا حلا ده انا ساعه لما تعبت ما لقيتش حد غيرك اكلمه عشان يجي الحق. طب ما انا عملت اللي عليا معاك والحمد لله، انت دلوقتي بقيت كويس قوي. لا مش كويس يا حلا،
وبعدين انا عاوز اخرج زي ما جبتيني تيجي تخرجيني. بطل شغل العيال ده يا يحيى. يا ستي انا عيل بقى. بقول لك ايه، انا مش هخرج من غيرك، مستنيكي، ما تاخريش. يلا باي باي. فعلا ما بقاش ليا حد غيرك دلوقتي يا حلا.